قوم بالدفاع عن مصر مش احنا، لا ده اللي بيدافع عن مصر شعبها، شعبها اللي قدم في الجيش وقدم في الشرطه. في عهد ما بيننا بلدي وكلنا متفقين، من اول يوم والاخر يوم واليوم اتنين دايما جاهزين. رساله اكاديميه الشرطه، إعداد ضابط شرطة عصري متميز علميا وبدنيا قادر على مواجهة التحديات الأمنية. اختيار الطلبة الملتحقين بكلية الشرطة جاء وفقا لمعايير وضوابط تتسم بالموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين لنيل شرف الانضمام لهذا الصرح المتميز أمنيا من أبناء الوطن. هؤلاء الذين يمثلون كافة فئات المجتمع ومختلف المناطق الجغرافية عبروا عن سعادتهم لتحقيق حلمهم بانتمائهم لكلية الشرطة وتحقيق حلمهم للالتحاق بها لتتواصل مسيرة العطاء. إن شاء الله يكون عبد المسؤولية بإذن الله ويشرف البلد إن شاء الله، وربنا يقويه ان شاء الله. والله بس عايز فخوره انها دخلت كليه الشرطه وحققت حلمي. فرحه فظيعه جدا جدا، احساس لا يوصف. ما دخلش هو السنه اللي فاتت، بس هو اشتغل على نفسه وكان عنده يقين بربنا ان هو السنه الجايه ان شاء الله ربنا يكرمه. واحنا مسرورين ومبسوطين بقبوله بكليه الشرطه، الحمد لله رب العالمين. انا فخوره بيه جدا، وكان كل اختبار يطلع ناجح منه كنت بحس قد ايه بالفخر بيه ان هو قدر يعدي الاختبارات. طبعا الف مبروك، وفرحانين جدا جدا جدا، وربنا يوفقه ويوفق الجميع. لاول مره كان من بين الملتحقين بكليه الشرطه لهذا العام خريجات كليات الحقوق، وقد تقدمنا بخطى ثابتة لتحقيق آمالهن بعد فتح الكلية أبوابها لهن للمرة الأولى للالتحاق بها. فخورة جدا بإني هكون أول دفعة حقوق إناث تلتحق بكلية شرطة. أنا كولي أمر سعيد جدا إن بنتي في مكان محترم آمن فيه رعاية كاملة من كل شيء، فدي حاجة بتطمننا كأولياء أمور إن بنتنا في المكان المحترم ده أكاديمية الشرطة. التفوق علميا وبدنيا ونفسيا كان طريق هؤلاء الطلبة للالتحاق بكلية الشرطة ليتحقق لهم ما يسعوا إليه لنيل شرف حمل رسالة الأمن السامية. مجموعي 99%، الحمد لله ربنا كتب لي أن أنا ألتحق بكلية الشرطة، وده كان حلم من وأنا صغير. أنا كان جاي لي كلية طب بشري برة، والحمد لله أصريت أن أدخل كلية الشرطة. كان حلم حياتي من وأنا صغير أن أنا ألتحق بكلية الشرطة، الحمد لله الحلم اتحقق. تضع كليات الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة نظرية وعملية يتم من خلالها إعداد الطلبة الملتحقين بالكلية للارتقاء بالمستويات البدنية والعلمية لهم في قاعات المحاضرات وبالميادين التدريبية المتنوعة التي تزخر بها أكاديمية الشرطة، بما يؤهلهم لحماية أمن الوطن بكل اقتدار. لما تلمس خطوة ما الأرض تهز جبال، بيروح أبطال بس بيجي مكانهم أخطار، يمشوا المشوار دايما جاهزين، ورانا في شعبه طول الوقت الإيد في الإيد، لو عدى علينا الليل علشان مع بعض أهين، بيجي لنا نهار دايما جاهزين. هؤلاء هم حماة أمن الوطن، حاملين مشعل أمنه واستقراره، مسلحين بالعلم والخلق والواجب.